كده نرمين بفقراتنا لليوم. صحيح فرح، ورصدنا ضمن برنامجنا التحضيرات لافتتاح العام الدراسي، مع افتتاح العام الدراسي وتجهيز الطلاب والمدارس، أيضا على الجانب الآخر والذي لا يقل أهمية إطلاقا هو التنمية الإدارية في وزارة التربية. رح نحكي أكثر عن دور التنمية الإدارية في وزارة التربية، شو هي تحضيراتهم، ماذا عن موضوع التعويضات وميزات المدرسين والإداريين، وكثير من التفاصيل بيسعدنا نحكيها مع ضيفنا الأستاذ سامر الخطيب، وهو مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية. أستاذ صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وكل عام وانتم بخير بمناسبة افتتاح العام الدراسي. أكيد يسعد صباحك وعام خير يا رب على جميع الطلاب والكادر التدريسي والأهل وعلى الجميع يا رب. اليوم أستاذ، خلينا بس ننوه أنه كثير من الأسئلة والاستفسارات وصلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو حول أو بطريقة الاتصال المباشر، ولهي الاستفسارات التعميم اللي بيتعلق بالتأمين الصحي للموظفين، شو هي الميزات اللي ممكن يستفيد منها الموظف بقطاع التربية خصوصا؟ تمام. مؤخرا صدر تعميم المؤسسة السورية للتأمين بضم المشافي العسكري للمشافي المشمولة بالتأمين، فهي كانت فيها ميزة هي المدارس المشافي. طبعا المشافي العسكرية قدمت لها 500,000 إضافي لحصة المؤمن عليه بعد ما كانت 2 مليون ليرة بالعمليات الجراحية داخل المشافي، فإذا كان العامل بيتعالج ضمن المشافي العسكرية يضاف حصة 500,000 ليرة لحصة المؤمنة عليه، يعني بتصير 2.5 مليون بالمشافي العسكرية، 2 مليون بالمشافي الخاصة، بالإضافة لأنه كمان رفعوا الحصة يعني بمعنى الوصفة الدوائية خارج المشفى لحدود 200,000، بالحالات الإسعافية كمان بحدود 75% من حصة المؤمن عليه، الطبيب صفر يعني لا يوجد أي مبلغ يدفع للطبيب، وهذا الموضوع بيصب إيجابي بأول شيء بيدعم المشافي العسكرية، وبنفس الوقت بيستفيد المؤمن عليه من نسبة 500,000 إضافية، بالإضافة لأنه المشافي العسكرية بتكون يعني تقريبا العلاج وهي سعر منخفض عن المشافي الخاصة، فهي ميزة للعامل في حال أنه إذا صابوا أي طارئ أو إجراء أي عمل جراحي في نسبة إضافية بالمشافي العسكرية 50%. ونحن مشافينا العسكرية طبعا معروفة أنه كوادر طبية خبيرة وأفضل من القطاع الخاص أو المشافي الخاصة. خلينا ننتقل أستاذ سامر لموضوع ثاني هو المسابقة المركزية، خلينا نحكي وين صرنا بموضوع التعيينات، أي متى المقبولين اليوم رح يباشروا عملهم؟ مثل ما بنعرف حوالي 28,000 شاغر يعني من المسابقة المركزية كان مخصص لوزارة التربية. طبعا. كمان خلينا نحكي هذا العدد هو هل سد النقص الحاصل اليوم بوزارة التربية أم بعد إسا وزارة التربية بحاجة إلى كوادر جديدة؟ طبعا نحن بعد الإعلان عنا بالمسابقة المركزية تم موافقة وزارة التنمية الإدارية باحتياجات وزارة التربية من كل الاختصاصات، في بعض الاختصاصات طبعا احنا بتكون نادره وقليله يمكن ما تغطي احتياجاتنا. هلق بصدد وصدرت اسماء المقبولين للتعيين والتعاقد، وصدرت الصكوك النموذجيه للعقد والقرار التعيين العامل الدائم والقرار التنفيذي للعقد. طبعا بصدد هلق استكمال اجراءات التعيين، تقدموا المتسابقين استكملوا أوراقهم بالمديريات التربية، عم يوافونا بأسماء المتقدمين المستكملين بصدد استكمال إجراءات التعيين. قديش تقريبا الفترة الزمنية المتوقعة؟ يعني تقريبا بأسرع وقت طبعا، لأنه بس ما فيني أحدد لك مدة محددة لأنه هي ترتبط بسير الإجراءات. نعم. كمان أحد الأمور اللي تم السؤال عنها بشكل متكرر هو موضوع الحوافز، يلي عم تشتغلوا على زيادة الحوافز بالمناطق النائية وشبه النائية، يمكن القرار قيد الصدور خلينا نقول، قد ايه بتبلغ نسبة الحوافز اليوم؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. تمام. هو سبق وصدر أول شيء المرسوم 27 المتعلق بطبيعة العمل للعاملين بوظائف تعليمية ووظائف إدارية، طبعا هذا كان نسبته 40% للعاملين بوظائف تعليميه بنصاب كامل داخل الصف، و10% للعاملين الاداريين بالمدارس او العاملين الاداريين. الوزاره او توجه حكومي بشكل عام انه عم تبحث بشكل دائم وفق يعني البحث عن حوافز
إضافية أو مكافآت أو تعويضات للعاملين بالقطاع التربية أو بكل القطاعات، بس بقطاع التربية بشكل أكبر بحكم يعني الجهد اللي ممكن يقدمه المدرس أو المعلم خلال عمله الوظيفي. هلق بصدد كمان التعديل تعويض الأماكن النائية، رفع نسبة تعويض الأماكن النائية هلق أقره رئاسة الوزراء وتم رفعه لاستكمال أسباب صدوره. طبعا في كمان عم نبحث على مشروع قانون المراتب الوظيفيه للعاملين بوظائف تعليميه، هذا كمان يعني عم باستكمال اجراءات يعني تقريبا مشروع التشريع صار شبه جاهز بانتظار كمان استكمال اسباب صدوره. ما في اي مجال لانه البحث عن حوافز للعامل يعني الا بتبذل جهد كبير وزاره التربيه لتحسين واقع دخول العاملين بقطاع التربية والوضع المعيشي. تمام. كمان من الأسئلة يلي وردت عم يسألوا أيمتى رح يكون في تحديد مركز للعمل والنقل وفكرة تبادل الشواغر ما زالت قائمة؟ تمام. نحن كسياسة وزارة بنبدأ بالتحديد أو يعني أي إجراء يتعلق بالعامل بتم هذا خلال العطلة الصيفية أو الانتصافية. لسبب ما بالعطلة الصيفية هاي كان في موضوع وقف الإجازة النقل بحكم أنه عدم إشغال بموجب بلاغ رئاسة الوزراء عدم إشغال الشواغر المحجوزة للمسابقة. تمام. هذا استغرق العطلة الصيفية. طبعا نحن ما فينا بعد اقتراب العام الدراسي نقوم بهالإجراء هذا خلال العطلة الصيفية لأنه بيساوي إرباك للعملية التربوية، يعني بمعنى أنه بشكل خلل ما فينا ندور العاملين بالشكل المطلوب. فتم الاكتفاء ببعض الحالات اللي هي ريف ودمشق لأنه هي في احتياج أو الحصة الأكبر كانت لريف دمشق. إذا وجه السيد الوزير ممكن فتح باب تحديد مركز عمل بالعطلة الصيفية أو الصيفية، نحن وفق الأسس المعتمدة بالوزارة بتم قبول الطلبات ودراستها والبت فيها طبعا حصرا خلال العطلة الصيفية والصيفية. نعم. خلينا نحكي عن أحد الاستفسارات، خلينا نقلها مثل ما أجرت بالتفصيل على صفحتنا على بريد الصفحة. بيقول نحن مستأجرين بالريف البعيد بحمص، لم نستطع حتى اللحظة تقديم على تحديد مركز عمل علما أننا من ذوي الشهداء. كيف نرد على هذا الاستفسار أستاذ سامر؟ وهل هناك تسهيلات للقادمين من خارج المحافظة من تفريغ أيام الدوام أو حتى تقليل عدد الأيام؟ الموضوع العاملين اللي عم تحكي عليهم هني بحمص، النهاية تم دراسة السنة الماضية خلال الفصل الثاني لمجموعة من العاملين بمجمع تل كلاخ. هني هذول كانوا عاملين فائض بالمجمع، تم التنسيق ما بين مدير تربية حمص ومدير تربية طرطوس بإمكانية استيعاب الفائض من مجمع تل كلاخ بالمناطق المحتاجة للحدود الإدارية لمحافظة طرطوس اللي هي مجمع الصفصافي وهي المناطق. طبعا نتيجه الدراسه هو طبعا كمان راعينا رغبه العامل، يعني اول شيء بطلب العامل ورغبه، فبلغ تقريبا ما يزيد على 400 عامل كانوا فائض وممكن استثمارهم كان بالمناطق المحتاجه. اذا في بعد المسابقه بعد تعيين المسابقه يعني انتهاء من اجراءات استكمال تعيين وتعاقد المسابقه المركزيه ممكن يصير في نحن هامش ممكن نرجع في عمليه التدوير وفق الاولويات والاحقيه. بالنسبه لتقليل عدد ايام الدوام او في شيء حول هذا؟ كان في توجه انه امكانيه اذا في امكانيه لتفريغ يوم ما يتعارض تفريغ يوم للمدرس اذا كان من خارج المحافظه بحيث ما يتعارض مع العملية التدريسية، ما نضطر لنضبط نحن بعض المواد بأيام محددة، فهاي بتعود للموجه الاختصاصي أو الموجه التربوي بالتعاون مع الإدارة، ففي إمكانية تفريغ يوم للمدرس اللي بعيد عن مكان عمله أو إقامته بالمحافظة. تمام. كمان في سؤال مثل ما هو نفس الموضوع اللي ذكرته عم يسألوا عن تحديد مركز العمل ولكن ضمن مجمعات تل كلخ وشين وخربة تين، هدول اللي حكينا عنهم من شوي. تمام. 400 معلم ومعلمة عم يسألوا انه في يعني في فائض رح يكون في مجمعات حمص، يعني هل فيهم انه بالمستقبل القريب يحددوا مركز لهم؟ تمام. هذا انا قلت لك انه بانتظار نحن اكتمال اجراءات المسابقة إذا ظهر عندنا بعض الفائض ووجه السيد الوزير بالبدء بتحديد مركز عمل ضمن المدة المحددة من الوزارة ممكن دراسة هاي الحالات حسب يعني حقيقة العامل والأولويات. تمام.
ومن ضمن اختصاصات كمان محددة، لأنه إحنا في بعض الاختصاصات ما فيها باحتياج مستمر وزارة التربية فيها. بخصوص أستاذ تعويض الدورة التدريبية للوكلاء المثبتين بمحافظة حمص، حتى اللحظة لم يتم الصرف للمرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية، السؤال إلى متى؟ طبعا بالنسبة للدورات التدريبية للوكلاء المرحلة الأولى بعتقد تم صرف كل المستحقات للعاملين اللي تبعوا الدورة. في المرحلة الثانية في جزء عم يتم استكماله، تم صرف لخمس محافظات بالكامل، وبصدد استكمال إجراءات، يعني هي لها علاقة، لأنه نحن هاي الدورات يتم التعاون مع منظمة اليونيسيف. في إشكالية بس عم يقولوا عن المرحلة الأولى ما تم صرفها، والمرحلة الثانية كمان ما تم صرفها. المرحلة الأولى تم صرفها بشكل كامل، إذا في حدا عنده أي اعتراض في يرجع لمديرية التعليم يراجعها. بعتقد انه ما يعني المرحله الاولى بكامل، ممكن يكون في خطا يستدركوا الخطا بدون استثناء. المرحله الاولى كامله، والمرحله الثانيه تم صرف جزء كبير منها لخمس محافظات. نعم تمام، بصدد استكمال باقي الصرفيات. ايضا في استفسار ورد عم يقول من احد مشرفي المجمعات انه لماذا مشرف المجمع التربوي يتقاضى طبيعه عمل فقط 10% رغم انه يعمل ليل نهار ويتكلف تكاليف كبيره، لماذا لا يتم مساواته بمدير المدرسه او معاونه الذين يتقاضون 40% من طبيعه العمل؟ يرجى النظر بوضعنا. طبعا التعويض طبيعه العمل تم تحديده 40% للعاملين بداخل الصف بنصاب كامل، وبالتالي اي عامل خارج الصف لا يستحق طبيعه العمل كامله 40%، بيستحق 10%. بجميع الاحوال نحن عم تورد استفسارات من مديريات التربيه على اللجنه المركزيه المشكله بوزاره التربيه لدراسه الحالات اللي بيتم طرحها تساؤلات. طبعا ال 40% لرئيس المجمع تتنافى مع روح المرسوم، الغايه من المرسوم هو يعني جذب العامل للعمل داخل الصف. ما فينا نعطي نحن عامل بيقوم بعمل اداري مساوي للعامل اللي بيقوم بعمل تعليمي، العمل التعليمي بده جهد كبير وبده فالسبب نحن انه الجذب من الاعمال الاداريه للعمل التعليمي. خاصه اليوم مطالبات كبيره بالعمل الاداري، مطالبات كثير كبيره وطلبات كثير كبيره بالتوجه للعمل الاداري بدل الدخول يعني. ما بيكافئ العمل التعليمي. تمام. استاذ خلينا نحكي كمان عن استفسار للساده المسرحين للخدمه العسكريه. المسرحين حديثا عم يسالوا عن تعميم سابق لوزاره التربيه صادر بالعام 2017 عن تسهيل فرز العساكر اللي سيلتحقون بوظيفتهم بالتربيه خصوصا بعد التسريح. شو هي الميزات اللي ممكن يحصل عليها المسرح؟ هل هناك امكانيه ليكون باقرب نقطه على مكان سكنه، ام يجب على المسرح الالتزام بالمكان الذي تقدم اليه؟ العامل المسرح في توجيهات بانه مجرد تسريحه وانهاء خدمته الالزاميه والاحتياطيه يوضع نفسه تحت تصرف الجهه اللي قريب مكان اقامته عم يتم تحديد مركز عمله فيها. فالمسرحين مباشره فور تسريحهم بينحطوا بالمكان اللي بيرغبوا بالعمل فيه. نعم. توجه عام يعني هذا. تمام. ايضا في نداء اليوم من كل الامهات المعلمات دائما متكرر هو انه عم يرجو في تخصيص صف او اكثر ضمن كل مدرسه كروضه لاستقبال اولاد المعلمات ممن هم دون الخمس سنوات. متى سيكون هناك روضه في كل مدرسه لتخفيف العبء الحاصل لعدد من المعلمات ممن لديهم اطفال ولا يعرفنا اين يضعنا ابنائهن؟ هذا كثير متكرر ومن المحيط جدا مطلوب. في بادره انطلقت وزاره التربيه استعدوا للالتحاق المدرسي، هي بالمدرسه هي القصد منها انه ايجاد غرفه صفيه او اكثر حسب الامكانيات او حسب توفر الغرفه بكل مدرسه لفئه المواليد 2017 2018 الشهر الاول لابناء المعلمين، او يعني حتى من ممكن قبول من خارج اذا في امكانيه الاستيعاب. بالاضافه انه احنا في عندنا الرياض العام الى وزاره التربيه عم تتم استقبال ابناء المعلمين باسعار رمزيه ومخفضه. يمكن بتكون بعيده شوي عن او طبعًا. ما بتقدر تستوعب كل هذا العدد الكبير. قلت لك بيحكم هذا الموضوع امكانيه تفريغ غرفه صفيه بكل مدرسه لاستقبال ابناء المعلمين من عمر خمس سنوات، يعني هي بالمرحله الثالثه بتكون من الرياض اللي يستعدوا لاستقبال المدرسه. عم بيتم استقبالهم والعمل عليهم بتخصيص كادر لهم ورعايه، فهي موجوده بمعظم المدارس بمدارسنا
اللي بتوفر فيها غرف صفيه امكانيه الاستغناء عنها. يعني بالرغم انه عم تقول حضرتك انه هي كثير موجوده، بس قديه انه من عم نشوف ان كان اقرب دائره علينا بالوسط المحيط فينا فعلا نداءات كبيره من المعلمات، وبتصير حاله لبكه وحاله يمكن عدم استقرار، وين بدي احط ابني وين بدي احط بنتي. هي الاسئله دائما بدايه كل سنه نرمين عم نسمعها. فهو يعني يطلب من كل حتى السلك التدريسي عم يخسر اليوم كفاءات انه هي ما انا قادره تترك ابنها، ما في روح شغله تماما. هي هي محدده، نحن ممكن فيما بعد نقدر نطورها، يعني بمعنى نمدها لكافه المراحل، بس هي نحن هلا في المرحله الاخيره اللي هي استعدوا بتكون هي مرحلة استعدوا للاستقبال المدرسي بتقت الخمس سنوات يعني. ومع ذلك كمان بيتم قبول احيانا مواليد 2017 من ابناء المعلمين بصفه مستمع، بس ادنى يعني ممكن مع الزمن نطور نحن نقبل كل المراحل، المرحله الاولى والثانيه والثالثه. اما الاطفال اللي بمرحله الحضانه هي صعب انه يكون مع ان شاء الله قريبا تنحل هي المشكله، لانه هي عن جد هي جوهريه، هي الفئه الحساسه اللي ما عن جد الام بتقدر تترك فيها طفلها. لا لا، الحضانه هي خارج يعني هي الشؤون الاجتماعيه والعمل، احنا خارج عمل وزاره التربيه. نعم. بنرجع لمطلب التعويضات العمل اللي كثير عم يجينا اسئله حول هذا الموضوع. فوفق تصريح سابق ضمن وزارة التربية هناك تعويضات يتم العمل عليها لزيادة طبيعة العمل للإداريين. في نية لوزارة التربية بهذا الموضوع بزيادة التعويضات للإداريين ورفع على الأقل حتى 25%؟ طبعا يعني ما عم يطالبوا بالمساواة بمن هو داخل الصف بنسبة 40%، لكن على الأقل عم يطالبوا ب 25%. هلا قلت لك احنا اي تشريع اذا كان في موجبات لتعديله ما في شيء بيمنع. نحن بصدد انه استقبال اي استفسارات حول اي اشكال فيما يتعلق بالتعويضات، وقلت لك الوزاره عم تعمل بشكل دائم على تحسين يعني ضمن نظام الحوافز والهي على تحسين الواقع وضع الدخول للعاملين بالقطاع التربوي سواء كانوا اداريين او معلمين. خلينا نختم بس بسؤال سريع عن الدورات الجديده اللي رح عم تعملوها ضمن التنميه الاداريه بوزاره التربيه، او اي شيء جديد ايجابي اليوم ممكن فائل فيه المعلمين والمعلمات وعم تشتغلوا عليه؟ طبعا نحن كوزاره بنتعامل عم يتم اشراك العاملين بدورات تدريبيه مع الاداره الانتاجيه او مع او بنعمل نحن بشكل دائم بوزاره التربيه دورات للمعلوماتيه الادارات مع الاداره الانتاجيه فيما يتعلق بتطوير العمل الاداري او الظهور الاعلامي او اي شيء مع الاداره الانتاجيه ومع مع كل الجهات العامله اللي بتقدم التدريب. في دورات لغات عم تتم احيانا، دورات كمبيوتر معلوماتي ضمن الاختصاصات. عملت وزاره التربيه مجموعه دورات للعاملين بمديريه التنميه الاداريه فيما يتعلق بقانون العمل الاساسي واوضاع العاملين لتحسين قدرته للعامل على ضمن الاداره لامكانيه معالجه الامور المطروحه عليه. واي عمل اي دوره تدريبيه ممكن نحس بحاجه وفق احتياجاتنا نحن بشكل سنوي، ندرس احتياجاتنا، اذا كان في احتياجات عم يتم رفض العاملين ضمن هذه الدورات. نعم، كل الشكر لك استاذ لكل المعلومات اللي قدمت لها، ومثل ما بدينا حلقتنا بعام يا رب يكون عام كلياته خير ونجاح للجميع، كمان بنختم بنفس الكلام، شكرا لك. كل عام وانتم بخير، الوطن بخير وقائد الوطن بخير. اهلا وسهلا فيك، بدنا نتشكر وجودك لليوم الاستاذ سامر الخطيب مدير التنميه الاداريه.